يا جماعة بسم الله ما شاء الله. طبعا دي بامية، ده معروف ان دي بامية يعني، لكن حبينا نصور من في المزرعة. شوفوا البامية وجمالها، بسم الله ما شاء الله. طبعا الكبيرة ديت اكيد مش هتتاكل، الكبيرة ديت هو الفلاح سايبها على اساس ان هي تبقى ايه، يعملها تقاوي يعني، تقاوي ياخد منها وزرع تاني بالنسبة دي للكبيرة. طبعا ايوه اللي زي ديت الصغيرة ديت دي اللي بتتاخد تتقطف بابية طازة وتتعمل بقى تطبخ طبعا، تبقى ادام وكده. بسم الله ما شاء الله، يعني كل ما هو طبيعي جميل. شوف المنظر من بعيد عامل ازاي، ده جمال البامية وجمال الزراعة وجمال الريف، حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب.